في نهر الغانجو بحسب الطقوس الهندوسية نثر رماد الطالبة الهندية التي توفيت بعد تعرضها لاغتصاب جماعي. والد ضحية وفي أول ظهور إعلامي له منذ وفاة ابنته طالب بتسليط أشد العقاب على المتهمين في هذه الجريمة. في البداية أنا أؤيد مطلب الشعب الهندي بإعدام المتهمين. ثانيا المتهم القاصر لا يجب أن ينجو من العقاب، يجب إدخال بعض التعديلات في القانون لمعاقبة من قاموا بهذا العمل الإجرامي وتسليط نفس العقوبة على الجميع. وكانت السلطات الهندية قد ألقت القبض على 6 متهمين وهي تعتزم طلب إنزال عقوبة الإعدام بحقهم، لكن أحدهم ادعى أنه قاصر، ما دفع السلطات إلى طلب القيام باختبارات طبية لتحديد سنه ومعرفة ما إذا كان ينبغي إلحاقه ببقية المتهمين. هذا وتواصلت المظاهرات في العاصمة نيودلهي للمطالبة بالقصاص من المجرمين ووضع قوانين ردعية للحد من الجرائم الجنسية في البلاد.